نعم شاكر. السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام يا شاكر، كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا يا شاكر. يا شيخ سلام خاص من العراق لك، الهزاء والنعمان وكل اللي بالاستوديو. اهلا وسهلا يا شيخ. انت زين؟ انا الله بخير. الله يسلمك علينا ولكل المسلمين. امين امين. نعم يا شيخ، انا والله هلقة عربيه مالتي ما زين، انا كردي من كردستان العراق. حلوه كردستان. هلا بيك شيخ، والله اذا تفضل علينا تكون ضيف على راسنا. انتوا اللي تتفضلون علينا مو احنا. والله على راسي، والله ندعي لكلكم للاستوديو اللي بشيخ دار زايد لكلهم. الله يسعدك، يا مرحبا اهل باهل كردستان. على راسي شيخ. الشيخ انت صوب اربيل صح ولا انا غلطان؟ والله اني بدهوك. المهم صوب قريب علينا اربيل. ساعه بيناتنا ساعه. الله يسعدكم، انتم اهل اربيل. والله على راسي انت شيخ. امين. نعم تفضل يا شيخ. اريد انت تدعي لي انا وحبيبتي، بنحب بعضنا من سنتين. شو قصة اليوم؟ لا كمل كمل. اريد انت تدعي لنا ونصل لبعضنا، وهي بهاليومين راح تقول امها ان نحن نحب بعضنا. يا رب الله يجمع الله يجمع بينكم. على راسي على راسي انت شيخ. والله انا بس اريد اسلم عليك وعلى الاستوديو كله وعزاء والنعمان. اذا 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 الله رزقك ولد بعد الزواج سميه وسيم، ما عليه. والله على راسي على خشمي. انت ودار زايد كلهم الله على راسي انتم. والله نحب اهل الامارات كلهم. دار زايد حبيبين على قلبنا. الله يسعدك ويجمعك بمن تحب. على راسي يا شيخ على راسي. انت يا ريت تفضل علينا على اربيل. ان شاء الله ان شاء الله، عسى يكون قريبا يا شيخ. على راسي كون ضيف عندنا، عندي وعن حبيبتي. ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا. اعطوني فاصل وانا ارجع اليكم.